بعد ما تم رفع الحظر على نعم انتم واش هي التعليمات التي تتم واش راكم دايرين باش النقل يعني مديرية النقل هي اللي عطاتنا تعليمات تاع باش نديروا 14 بلاص درنا 14 بلاص ما كانش ماكسيموم 14 بلاص باش نشتا ما قديش خدنا التعليمات تاع مديرية النقل هذا هو انتم تساعدكم دروك كي ولا الترونسبور احنا ما احنا تساعدنا كي ولا الترونسبور احنا ما جابينا بدل ما عشاب يخدم وشبه هذا هو خرجكم هكا 50% ما تخرجناش كيما ما تخرجناش حتى عمر المجال زادوا فيه عشاب فيها بزاف وفيما يخص التعقيم باش تنطفوا البوز دوك فيها تاني فيها التعقيم وكل شيء وكاع ما تخرجناش كاتوسبور ما تخرجناش صح رقم ديرو التعقيم رقم تقريبا واه كل ما نديرو روطاسيون نديرو روطاسيون دوكا غادي نمشي ليه نكاري ندير التعقيم تاعي هذا نقلع مع المسافرين الناس اللي يروحوا معاك ما كاينش ما اضرب عليه التيكي ديبلاسيت في الصوالح حق بالك مرض بالك مرض حيت صوالح ديك الشهر اللي قعدنا ولا 4 شهور تعبنا غبنا والحمد لله الترونسبور نحتاجوه هذا اللي نحتاجوه والاجراءات الوقائيه اللي تاخذوها مليحه لا مليحه حاجه تاع خير مليحه المؤسسه مادام رجع النقل الحضري ما بين المدن اكيد فيه عديد الاجراءات المتخذه للحمايه والوقايه من انتشار فيروس كورونا ما هي هذه الاجراءات التي اتخذتها المؤسسه؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم اتوجه بالشكر الجزيل للمحطه الجهويه لولايه عين تيمشنت طبعا بناء على التعليمه الصادره عن السيد وزير النقل الاشغال العموميه رقم